وهناخد اسكندريه. احنا هنا فين؟ خلينا بقى ندخل بقى محطه مصر. وده احنا في ميدان محطه مصر. وده التطوير اللي بنعمله. ايوه احنا مسلمين المحطه بالكامل لجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه. هيعمل هنا عمل رائع. خليني يمكن انا لو محتاج تقف نقف احنا ونشوف الشغل اللي بيتم هنا هيبقى شكله ازاي، وشوف التبة هنا هيبقى شكلها ازاي. حاجة رائعة. خليني لو بدأت ونقول ممكن نقف ممكن نقف عشان نوضح اكتر. اتفضل. خلينا اقول ميدان محطة مصر وصل انه بقى اسوأ ميادين الجمهورية. اشغالات بقى، عجائلين، تكاتك، ميكروباصات، عدم تنظيم مروري، أسواق عشوائية. ملامح محطة مصر اللي احنا نعرفها انا جيت لقيتها مش موجودة. مش دي محطة مصر اللي احنا عشنا وشفناها زمان. كان لازم نبدأ من هنا. محطة مصر هي التاريخ وهي عبق التاريخ وهي التراث بما لها من 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 رونق. فكانت البداية ان احنا نبدأ من محطة مصر. احنا اتفقنا وعملنا بروتوكول مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعملنا عرض يمكن معالي رئيس الوزراء شافه. عرض الحقيقة رائع لمحطة مصر بالكامل. الحقيقة كامل بيه وزيري يعني كان هنا مع السفير الاسباني، عمل شغل رائع في المحطة جوه. انا بقى اللي مسؤول عن بره، اللي بره انا بره بقى الشغل ده بتاعنا احنا اهو اللي هو قدامنا. بص يا فندم، اتفضل. احنا راعينا كذا حاجه في 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 هذا الامر. ان احنا تنظيم الحركه المروريه. بمعنى ان ما ينفعش ميكروباصات تلف الدايره بالكامل. ننزل ونشرح واحنا واقفين تحت. أوكي. اتفضل اتفضل. نبدا مع سياده المحافظ اللواء محمد الشريف، لانه في تطوير مهم جدا بتقوم به طبعا جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه بالقوات المسلحه. خلينا نسال سياده المحافظ، ايه اللي بيتم حاليا محطه مصر؟ اللي قال لك كان أسوأ ميدان لمحطه على مستوى الجمهوريه. اتفضل سياده المحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الناس كلها في اسكندريه عارفه الميدان ده كان ايه. واحنا جينا لقناه ايه؟ حاجة عشوائية زي عشوائية المخالفات البناء بالظبط وأكتر. كم الباعة الجائلين، كم الإشغالات، محلات بكيات انشئت كده تلقائي، سوق حركة مرورية. كل ده كان فيه إشغالات؟ كل ده كان مشغول. كل ده بالكامل ما كانش فيه مكان تعرف تمشي فيه العربية. وعشان كده بدأنا قلنا نبدأ تطوير ميدان محطة مصر. يهمني في عملية التطوير ان اول ان دي البدايه اللي هنطور بها جميع الميادين عندنا في اسكندريه في الفتره القادمه. لان مش عاوز اسبق الاحداث، بقول لك مجرد ما ننتهي من محطه مصر هنبدا في ميدان المنشيه ومحطه الرمل. ايه اللي هيتعمل يا فندم؟ بص يا فندم، بدل المنظر السائق اللي حضرتك بيقول ان زي ما انت شايف كده، انا عاوز اوريك المنظر. ده كله تعدي على الشارع. ده اللي كان ده اللي كان على الشارع. وده تعدي على الشارع. انا بحاول اوريك كان ايه المشهد. وهيبقى ايه السوق، لان لازم يعني ده المشهد القديم. ده كان القديم. ايه انا عاوز اوضح ان ما اغفلناش اي حد في عمليه التطوير. بمعنى الميكروباصات ليها موقف مخصوص بتلف ربع دايره ما تشغلش الميدان كله. الاوتوبيسات الكبيره، لان ده ملتقى، ده محطه مصر طبعا. كل الناس اللي جايه من الصعيد وجايه من 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 المحافظات الاخرى بتنزل هنا. موقف اتوبيسات كبيره، موقف ميكروباصات، موقف للسيارات الملاكي، موقف هيبقى فين قدام المحطه. كل ده في الدايره بتاعتنا. وعشان كده التعديل المروري اللي انا بقول عليه، تعمل تعديل كمان طبعا، تعديل مروري بحيث ان الميكروباص او الاتوبيس ما بياخدش غير ربع دايره او ثلث دايره ويدخل على شوارع. طب نشرح بعد اذن سيادتك. طيب شايف الميدان ده؟ ده التطوير اللي هيتم طبعا لغايه دلوقتي. لان زي ما انت شايف عربيات هنا، ده لا مش هيبقى موجود.
ده مجرد ما نشيل الاسوار اللي احنا عاملينها دي كلها، كل ده مش هنا، كل ده هيبقى مش هنا، هيبقى الميدان بهذا الشكل.